مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء أسبوع يتجدد معكم على شاشة النيل نستعرض من خلاله أبرز وأهم الأحداث والمستجدات في القارة الإفريقية. معكم في حلقة جديدة من برنامج أفريقيا، والبداية دائما بجولة لأهم الأخبار والمستجدات على الساحة الإفريقية بعد الفاصل. دعونا نبدأ معكم بهذه المجموعة من الأخبار، وربما حديث الساعة حول الكارثة التي ألمت بالسودان الشقيق، الفيضانات والسيول التي أودت بحياة الكثيرين وأدت إلى خسائر كبيرة. واستمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصص إلى السودان لتقديم المساعدات العاجلة وجميع سبل الدعم إلى الأشقاء السودانيين للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الفيضانات السيول التي ضربت البلاد. دعونا نتابع تقرير حول هذه المساعدات. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء في دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بشحنات من المساعدات الإنسانية والتي تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر. أكد الجانب السوداني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصري والسوداني عبر مختلف الأزمنة. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات. وإلى السنغال، حيث أعلن رئيس السنغال أن كميات المياه التي سقطت على البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية تمثل 3 أشهر من هطول الأمطار في البلاد. وأوضح الرئيس السنغالي أن البلاد بتواجه تغير المناخ، وهي ظاهرة عالمية تعني أن البلاد ستواجه مواقف صعبة إما فيضانات أو حالات جفاف. كما دعا المواطنين إلى تغيير السلوك من خلال تجنب الإنشاءات على وجه الخصوص على ضفاف الأنهار مع اتخاذ التدابير المختلفة للتخفيف من آثار الفيضانات. السلطات السنغالية كانت قد أطلقت خطة مساعدات طارئة لمواجهة هذه الفيضانات الشديدة والتي تجتاح البلاد وأسفرت حتى الآن عن تشريد آلاف المواطنين. أما في مالي، فوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قال إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في مالي التي قتل فيها جنديان فرنسيان، وتخشى الدول الكبرى من أن تؤدي الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى المزيد من عدم الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتقويض القتال ضد المتمردين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابية في منطقة الساحل الأوسع نطاقا. قتل الجنديان الفرنسيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، وذلك يوم السبت الماضي عندما دمرت عبوة ناسفة بدائية الصنع عربتهم المدرعة. ويعمل الجنود ال3 ضمن عملية عسكرية تشنها فرنسا ضد مقاتلين متمردين في مالي. وفي إطار التواصل المستمر مع مصر والقارة الإفريقية، تابعت الحكومة مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيرينيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة تبلغ 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بتنزانيا. أما رئيس الوزراء فأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتنفيذ مشروع إنشاء هذا السد والمحطة بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبر عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة. المشروع بيهدف لتوليد طاقة تقدر ب 2115 ميجا وات، وسيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 كيلو فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية. المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية بيتر فام، وهو المبعوث الخاص بمنطقة الساحل الإفريقي، استهل جولته للمنطقة بزيارة إلى موريتانيا، والتقى بالرئيس الموريتاني ووزير الدفاع. وأكد خلال هذه الجولة دعم الولايات المتحدة للمبادرات التي تقودها إفريقيا لمكافحة التطرف وتعزيز الأمن في المنطقة، بما في ذلك جهود مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. وقال بيتر فام المبعوث الخاص للولايات المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي إنه يسعى لتحسين التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمنظمات الدولية لتعزيز الاستقرار في مالي، بما في ذلك الانتقال بقيادة مدنية في الوقت المناسب للعودة للنظام الدستوري ومنع المزيد من التداعيات التي قد تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في مناطق أخرى من غرب أفريقيا. نتحول لتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي أكد أن مؤسسة الأزهر لا تتوانى عن دعم ومساندة الصومال الشقيق، وأيضا نشر رسالة الإسلام الوسطي وتسخير الإمكانيات المختلفة من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة ومكافحة الأفكار المتطرفة. وأضاف شيخ الأزهر خلال استقباله بمشيخة الأزهر الشيخ محمود شيخ حسن فارح رئيس المجلس الأعلى لكبار علماء أهل السنة والجماعة بالصومال إن الأزهر بيعمل على تخصيص المزيد من المنح للطلاب وتكثيف البعثات الأزهرية التي تنشر الفكر الوسطي والمعتدل، هذا بالإضافة لتدريب الآئمة والوعاظ وتأهيلهم لنشر الرسالة الإسلامية للإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإرساء الأمن والسلام في المجتمعات. من جانب أكد الشيخ محمود شيخ حسن فارح أنهم في الصومال يسيرون على خطى الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام والتعايش السلمي وتعليم المنهج الأزهري المعتدل. إذن مشاهدينا، لا صوت في القارة الإفريقية يعلو على صوت الكارثة الطبيعية التي تواجهها السودان هذه الأيام، هذه الفيضانات والسيول التي تسببت في مقتل ما يزيد عن 100 شخص وتشريد العشرات الذين فقدوا منازلهم بسبب هذه الفيضانات القياسية التي ألحقت أضرارا كبيرة بالبلاد، التي أعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في محاولة للسيطرة على هذه الكارثة. وتقدمت عدة دول على رأسها مصر بمجموعة من المساعدات. مصر تمت بتقديم جسر جوي من المساعدات لدولة السودان الشقيق لمساعدتها على تخطي هذه الأزمة الإنسانية التي تحدث الخبراء أنها لم تحدث منذ سنوات، لم يشهد النيل هذا الفيضان أو هطول الأمطار بهذا الشكل على السودان منذ وقت طويل. في هذه الحلقة مشاهدينا نتحدث عن هذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها السودان، كيف سيتخطى تخطاه وما أسباب الفيضانات التي أتت بهذا الشكل هذا العام. ومعي في هذه الوقفة الحوارية دكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأزرق. برحب بحضرتك دكتور عبد الفتاح. أهلا بحضرتك. دعنا في البداية نتابع هذا التقرير حول الوضع في السودان وما تقوم به الدولة هناك، ثم نبدأ معكم النقاش. أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن الفيضانات التي تضرب البلاد تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص على الأقل وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، الأمر الذي أدخل البلاد في 3 شهور من حالة الطوارئ. وتعكف السلطات السودانية والأمم المتحدة على توفير المساعدات لعشرات الآلاف ممن فقدوا منازلهم بسبب فيضانات قياسية لنهر النيل، لكن الكثير من المشردين الذين نصبوا خياما على جوانب الطرق وفي أراضٍ مرتفعة يسيطر عليهم اليأس من موعد وصولها إليهم. وهذا الفيضان والله العظيم لم نشهد له مثيلا. أهلنا يسكن هذه المنطقة يمكن أكثر من 100 سنة، يعني أنا ذات يمكن قاعد هنا 40 سنة ما حصل فيضان زي ده ولا حصل تكسير زي ده. الحكومة خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني، ما يعادل أكثر من 2.5 مليون دولار لمساعدة ضحايا الفيضانات. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إرسال 100 طن من مواد الإغاثة سيجرى توزيعها على 12 ولاية في السودان. وبيتنا وقع واتضررنا من الفيضان وقاعدين بدون ماوى 4 أسر والخامس والدخول طوالي جاري. مفوضية اللاجئين في السودان أحصد نزوح نحو 85,000 شخص وتضرر 40,000 لاجئ من الفيضانات في الأماكن المنكوبة، وتشمل الخرطوم وشرق السودان وعلى امتداد النيل الأبيض وفي إقليم دارفور المضطرب. اهتمام مصري، اهتمام دائم من القيادة السياسية المصرية بالوضع في السودان الشقيق من خلال جسر المساعدات الجوي الذي نحاول من خلاله أو تحاول مصر تقديم كل السبل لمساعدة السودان في هذه الأزمة. دعونا نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا، وأرحب مرة أخرى بضيفي دكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق. دكتور عبد الفتاح برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور عبد الفتاح، دعنا نتحدث عن يعني ما يتعلق بالجغرافيا في هذه المنطقة في دولة السودان بالتحديد وأسباب هذه الفيضانات، وحديث الخبراء عن أنها لم تحدث منذ سنوات كثيرة بهذا العنف وهذه الشدة. طبعا هو في 3 أسباب رئيسية للي حصل في السودان خلال موسم الفيضان الحالي. أول سبب منهم طبعا المية بتيجي من الهضبة الإثيوبية، فأمطار غزيرة وكثيفة يعني أدت إلى ارتفاع مناسيب المية في النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر الصوبط اللي هو بيجي من جنوب السودان. يعني ال3 أنهر دول مناسيب المياه فيهم ومناسيب وكميات المياه اللي مرة في هذه الأنهر يعني غير مسبوقة خلال 100 سنة اللي فاتوا. يعني على سبيل المثال يعني ده حتى قبل حدوث الفيضان كان في ارتفاع في مناسيب هذه الأنهار تقصد؟ لا يعني اللي حصل السنة دي اللي حصل السنه دي ما حصلش من 100 سنه. نعم. طبعا في بدايه الفيضان الميه بتبدا ترتفع لدرجه ان في فيضان 1946 ده كان فيضان عالي ومن اعلى الفيضانات اللي حصلت في القرن العشرين. كان منسوب المياه في محطه الخرطوم عند النيل الازرق 17 متر و14 سنتي، في حين ان اعلى منسوب تم رصده في هذه المحطه 17 متر و26 سنتي. النهارده المنسوب في هذه المحطه 17 متر و56 سنتيمتر، فتقريبا اعلى من اعلى فيضان جه في القرن العشرين بحوالي يعني نص متر حسب كلام وزير الري السوداني ان منسوب المحطه دي وصل ل 17 متر و67 سنتي. ده من ناحيه الارتفاع الميه اللي موجود في هذه المحطه على سبيل المثال. يعني اللي كان معدي من محطة الديم اللي هي على الحدود السودانية الأثيوبية دي محطة قياس، اللي كان معدي يوم 30 أغسطس كان 967 مليون متر مكعب مية، يعني تقريبا قرب المليار. ده بس من أحد المصادر اللي جاية، وده تقريبا مرة ونص قد اللي دولة الأردن بتستهلكه في عام كامل، أو لو يومين تصرف من هذا النوع قد المية مثلا اللي إسرائيل بتستخدمها، المية العذبة. نعم. لمدة سنة. طبعا ده السبب الأولاني. السبب الثاني إن بحيرة فيكتوريا أو هضبة البحيرات الاستوائية نزل عليها أمطار برضو غزيرة جدا السنة اللي فاتت، أو يعني السنين اللي فاتت، لدرجة إن مناسيب المياه في بحيرة فيكتوريا وصلت لأعلى منسوب في خلال برضو ال100 عام اللي موجودين اللي هم اللي مضوا دول. فده أدى إلى أن النيل الأبيض برضو تصرفه عالي جدا. فالمشكلة مش موجودة في شمال السودان، المشكلة موجودة في شمال السودان وجنوب السودان، ولايات النيل الأبيض، ولايات الجزيرة، ولايات الخرطوم، حتى الولاية الشمالية اللي هي آخر ولاية قبل الحدود مع مصر نزل برضو عليها يعني امطار كثيفه. السبب الثالث اللي ادى للي حصل ده بقى ان تزامن التصرفات العاليه بتاعه النيل الازرق مع تصرفات النيل الابيض، تزامن معاها سقوط امطار برضو كثيفه يعني لم تحدث. فالثلاث عوامل دول مع بعض هم اللي سببوا الكارثه اللي احنا شايفينها النهارده في السودان، اللي انا بقول هي زي كارثه بيروت بس يعني مع اختلاف الاسباب. نعم. طيب دكتور، يعني فيما يخص يعني السودان بها اكثر من سد، يعني ما يفوق الست سدود، يعني لماذا السدود لا تقدر على ربما حجز هذه المياه لو تحدثنا عن الفيضان بالتحديد؟ يعني وهذا دورها الى حد ما، يعني بعض هذه السدود تستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية وهناك سدود اخرى مقامة في السودان، لماذا لم تستطع حجز هذه الكميات من المياه؟ طيب دلوقتي السدود السودانية الساعة بتاعتها صغيرة، يعني سد الروصيرص مثلا كان ساعته 3 او 4 مليار متر مكعب ميه اللي هو على النيل الازرق بعد الحدود الاثيوبيه السودانيه، وبعد تعليته وصل ل 7 مليار متر مكعب ميه. دي اقصى سعه بالنسبه لهذا السد. سد سنار سعته مليار او 2 مليار متر مكعب ميه. النيل الابيض نفس الحكايه، خزان جبل الاوليه سعته 2-3 مليار. هذه السدود ما تقدرش تستوعب الكميات الهائله اللي بتيجي دي. فانا حدي مثلا حضرتك يعني مثال مقارنه هذه السدود مثلا بالسد العالي. السد العالي السعه الاجماليه بتاعته 162 مليار متر مكعب ميه. ده لما بيوصل لاعلى منسوب اللي هو منسوب 182 متر فوق سطح البحر. فطبعا السدود السودانيه يعني النيل الازرق تصرفه في شهر اغسطس لما بيبقى الفيضان يعني اعلى من المتوسط ممكن يبقى 25 مليار متر مكعب ميه. نعم. ده النيل الازرق لوحده. النيل اللي هو نيل عبره يعني ممكن يكون اللي معدي فيه النهارده حسب الارقام بتاعه المناسيب اللي موجوده ممكن يعدي في اليوم الواحد اكتر من 300 مليون متر مكعب ميه، دي حاجات ما حصلتش قبل كده. يعني ممكن يكون النيل الازرق اقصى حاجه فيه مثلا كانت 750 مليون متر مكعب ميه، فالسدود السودانيه قدرتها الاستيعابيه صغيره. نعم. فاحنا مصر قبل السد العالي حصل فيضان 46 اللي هو كان اعلى فيضان، نص الصعيد غرق في مصر والسودان. نعم. نص. طيب دكتور، يعني خلينا نشوف الوضع على ارض الواقع في شمال السودان، او تحديدا في دولة السودان وفي عاصمتها الخرطوم، مع الاستاذ ابراهيم بقارس الراجل الكاتب الصحفي بجريدة النيل الدولية. استاذ ابراهيم، برحب بيك. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، الاخوة في قناة النيل الدولية المصرية. اهلا بك استاذ ابراهيم. نعم، يعني دعني أسألك عن الوضع الآن في الخرطوم بالتحديد والولايات المتضررة في السودان، كيف بدت تبدو الصورة؟ والله حقيقة أنا قبل أن أتحدث في هذا الأمر دعني أختي العزيزة أن أحيي الشعب المصري، حكومة المشاعر هي خاصة جدا للرئيس المسير عبد الفتاح السيسي على وقفتهم الصلبة مع الشعب السوداني فيما تضررت من السيول والفيضانات في هذا العام، السيول الفيضانات التي تفوق طاقة الشعب السوداني وطاقة الحكومة السودانية التي عجزت تماما عن فعل شيء. المواطن تضرر والشعب السوداني كله تضرر في كل ولايات السودان الشمالية وخصوصا الخرطوم ومناطق المناطق المتاقمه للنيل الازرق، النيلين الازرق والابيض. حقيقه يعني حجم الضرر كبير جدا جدا. حتى نهار هذا اليوم يعني هناك امطار غزيره جدا، وفقد فائض النيل يعني كثر في كل المناطق المحيطه بالنيل او المجاوره لها. يعني حقيقة الوضع سيء واكثر من سيء. وعبر هذه الحلقه او عبر هذه القناه العريقه جدا والمتابعه عالميا، نحن نناشد كل العالم وكل السودانيين بالخارج ان يهبوا ويقفوا مع الشعب السوداني فيما تضرر من السيول والفيضانات. فحاله المواطن هنا حاله مزريه وحاله مؤسفه جدا يدمع العين ويحزن القلب حقيقه. نعم، إذا أستاذ إبراهيم الحياة توقفت بشكل تام الآن في السودان، كل شيء موجه لإنقاذ الضحايا المشردين والمصابين جراء هذه الفيضانات والسيول. نعم حقيقة، يعني حتى السير، يعني حتى السير بالعربات في بعض المناطق يصعب، يعني يصعب السير حتى بالأقدام في عدد من مناطق السيول والمناطق المتضررة، وخصوصا المناطق المحيطة حول النيل. يعني هناك بعض المناطق يعني تربول عليها عامله لكن ليست بهذه الدرجه، ولكن حجم الضرر اكبر ويفوق كافه الامكانيات، امكانيات المواطن حكومه المجتمع. يعني اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم بقارس الراجل الكاتب الصحفي بجريده النيل الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. واعود اليك دكتور عبد الفتاح، ويعني اتساع رقعه هذه الفيضانات لتشمل عدد كبير من الولايات بلغت حوالي 16 ولايه، يعني هل من المتوقع ايضا زياده الضرر ام يعني سير الفيضانات لو نظرنا الى التاريخ هي بتتوقف بعد مجموعه معينه من الايام أو بعد سيناريو معين؟ طبعا هو موسم الفيضان في منابع النيل، يعني في خاصة بالنسبة للهضبة الإثيوبية، يعني بيبدأ في شهر يونيو وينتهي في أكتوبر. فإحنا لسه يعني طبعا المفروض إن أعلى شهر بيبقى شهر مثلا أغسطس، ده أعلى كمية مياه ممكن تيجي في النيل الازرق، يعقبها شهر مثلا يعني سبتمبر اللي احنا موجودين فيه. بس من الواضح يعني عادة يعني بيبدأ دلوقتي التصرف اللي جاي من الهضبة الأثيوبية يقل، ولكن من الواضح ان في التصرف لازال عالي، اللي هو كمية الوارد عالية جدا، بدليل ان المناسيب لازالت اعلى من اعلى فيضانات في القرن اللي مر ده. بالإضافة إلى أن الأمطار المفروض تخف حدتها، يعني الموسم ده موسم الأمطار في السودان اسمه موسم الخريف، هم بيسموه موسم الخريف. يعني الخرائط بتاعت صور الأقمار الصناعية وتوقعات الأمطار إنها هتفضل زاوية لغاية آخر شهر سبتمبر، وبناء عليه يعني طبعا يعني نستطيع القول ان في مناطق اخرى مهدده غير اللي ضربتها. لا، هم 16 ولايه من ال 18 يعني طبعا في ولايات تقريبا كل السودان. يعني هو طبعا في ولايه البحر الاحمر مالهاش علاقه بنهر النيل، في ولايه كردفان دي بره حوض نهر يعني حوض نهر النيل. فمن المتوقع يعني مثلا امبارح اللي عمق الازمه في الخرطوم سقوط موجات امطار مباشره على الخرطوم. فانا اعتقد ان الوضع ده انا اسف ان انا اقول هيفضل سيء معانا لفتره، زي الميه اللي حضرتك شايفاها ما هي دخلت البيوت وكسرت الجسور، ده في السودان. طبعا اثيوبيا نفس الحكايه يعني، ولكن اثيوبيا فيها يعني مش ميزه، الطبيعه الجغرافيه اللي موجوده فيها ان الميول فيها عاليه والنهر بيمشي في أخدود يعني ماشي بشكل مختلف. طبعا اثيوبيا برضو نفس الحكايه، في 500,000 واحد اتاثروا من الفيضانات دي، انا ما اعرفش هما بيتكلموش عن الموضوع ده ليه، وفي 300,000 واحد هجروهم. المشكله بقى مش مشكله الفيضان، ان بيعقب بقى هذه الفيضانات او ارتفاع الميه ودخولها بقى في البيوت والانهر ان يعني ممكن نتوقع وباء ملاريا، وباء كوليرا، وبالاضافه الى لما الميه تنحسر والميه تبدا تخضر النباتات اللي موجوده في المناطق اللي سقطت فيها الامطار دي بعد ما تنصرف، ممكن الجراد كمان يجي يدخل. فاحنا دي كارثه. نعم. يعني إذا يعني هل في حلول يا دكتور؟ هل هناك حلول معينة يمكن التعامل بها الآن، بالإضافة طبعا إلى جانب المساعدات الإنسانية؟ يعني هعرف إذا كان في حلول لربما حجز المياه بشكل أو بآخر، لكن بعد متابعة فاصل معلوماتي حول ما يحدث في السودان. نتابع مشاهدينا ثم نتابع اللقاء. تمام، شكرا. أجدد لكم التحية. ودكتور عبد الفتاح، كان سؤالي بخصوص يعني كيفية التعامل مع فاجعة كهذه. بالطبع هناك الشق الإنساني وما يتعلق بالمساعدات وإنقاذ الضحايا، لكن هل هناك وسيلة لحجز المياه بشكل أو بآخر عن المناطق المأهولة بالسكان، أم ده يعتبر شيء مستحيل في الحالة التي يعيشها أو يمر بها السودان الآن، خاصة مع حديثك عن هطول أمطار إلى جانب الفيضانات؟ طبعا من المستحيل، يعني لا توجد حلول حالية لتخفيض المناسيب اللي موجودة دي. هذا مع العلم بأن السودان المفروض لما بيبدأ يملى الخزانات بتاعته بيملاها بعد يعني من واقع خبرات السودانيين بعد 25 سبتمبر القادم، يعني 25 سبتمبر يبدأوا يملوا السدود. هم بقى ملوا السدود علشان يخففوا الضرر اللي جاي على الخرطوم، فاحنا بنتكلم دلوقتي على الخزانات شبه مملوءه وما قدامناش حل غير ان الميه اللي جايه من الهضبه الاثيوبيه الامطار تخف حدتها هناك. وللاسف الشديد النيل الابيض هيفضل يحدف ميه لغايه السنه الجايه، يعني عشان احنا نتخلص من الميه المناسيب العاليه اللي موجوده في بحيره فيكتوريا دي. فطبعا في محطه كهرباء على خزان اوين وامتداد عملوا امتداد في التسعينيات لمحطه كهرباء اخرى، وفتحوا المفيضات اللي موجوده على بحيره فيكتوريا، يعني دي شغاله بقى لها 3 اشهر وهتفضل شغاله معانا فتره طويله جدا يعني. فهو للاسف الشديد النيل الابيض هيفضل يحدف ميه لغايه السنه الجايه. ما قدامناش حل غير ان الامطار تخف على الهضبه الاثيوبيه، وبعدها كمية الوارد لروافد نهر النيل أو للنيل الرئيسي تبدأ تقل، وبناء عليه المياه دي بقى تبدأ تنحسر عن البيوت وعن الجزر اللي هي ركبتها دي. وهم عشان كده عملوا من الطوارئ 3 شهور، يعني كان ممكن الطوارئ تبقى مثلا مدتها شهر على أساس، إنما من الواضح إن شهر سبتمبر وأكتوبر هتفضل فيهم المناسيب عالية، يعني مش بالحده اللي موجوده بيها النهارده دي، بس يعني على بال بقى ما تنزل والارض هتفضل يعني مبلله. ده بالنسبه للسودان العمليه صعبه. نعم. طب احنا بالنسبه لمصر يعني الحديث يعني ده كان النقطه التاليه وسؤالي يعني التخوفات، هل هناك تاثير سلبي على مصر جراء هذه الفيضانات ام الحديث عن السد العالي وقدرته على التخزين يعني ستكون وافيه بهذه المياه التي قد تاتي الى مصر ام كيف يبدو الوضع؟ طيب ماشي، انا هقول لحضرتك بقى فيضان 88 1988 ده كان من الفيضانات العالية، وكان في أعقاب فترة جفاف امتدت لمدة 11 سنة، فنزلت مناسيب المياه في السد العالي المنسوب تقريبا 151 متر. لما جه فيضان 1988 ارتفعت المياه في بحيرة ناصر حوالي 19 متر، يعني فامتلأت البحيرة. فلما تبقى بحيرة ناصر فاضية ويجي فيضانات عالية زي كده مفيش أي خطور، ده احنا بنحمد ربنا بقى إن البحيرة اتملت تاني. ولكن فيضان السنة اللي فاتت كان أعلى من المتوسط، وفيضان السنة دي أعلى من فيضان الأعوام السابقة. طبعا في ناس بتقول إن احنا هنستنى لغاية آخر أكتوبر. لا، الوضع الحالي المشهد الحالي إن هذا فيضان عالي ومن أعلى الفيضانات اللي هي جت في ال100 سنة اللي فاتوا دول. فاحنا بقى لازم، وانا اعتقد ان وزاره الموارد المائيه والري بدات تطلع ميه في منخفضات توشكا، ولازم نرمي في البحر الابيض، ولازم نتاكد ان محطات الصرف بتاعتنا يعني كويسه، علشان الميه اللي هتنزل في النيل هتروح الترع وبعدين هتنزل في المصارف. فلازم المحطات اللي بتضخ الميه دي من المصارف ترميها في البحيرات الشماليه او في البحر الابيض تبقى بدرجه عاليه. المراكب النهريه او المعديات لازم تبقى بحاله جيده، لان الطيارات هتتغير في نهر النيل. لازم الفلاحين يزرعوا رز كتير سواء السنه دي او السنه الجايه، لان الميه اللي موجوده عندنا كتير ده. نعم. فاحنا في دلوقتي هيبقى في زي مياه. طبعا السد العالي يعني انا اتعشم ان هو يستوعبها هو والمنخفضات وكده، بس السؤال بقى طب احنا الحكايه دي اتكررت اكتر من مره، يعني سنه 98 اتكررت، 99 اتكررت، 2007 واتكررت دلوقتي. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ يبقى احنا لازم نفكر ان احنا نحجز جزء من المياه. لابد اذا يعني التوجه سريعا للحلول اللي حضرتك تحدثت عنها بخصوص مصر بالتحديد، واتخاذ كل الاجراءات الاستباقيه للاستفاده ربما وعدم وقوع اي ضرر على مصر بسبب هذا الفيضان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقه. ومشاهدينا الكرام، القاكم في الاسبوع القادم وموضوعات نقاشيه اخرى مع برنامج أفريقيا. فإلى اللقاء.